هذه الضجة المفتعلة حول زكاة الفطر ما عندها حتى معنى. النبي عليه الصلاة والسلام الذي فرضها طعاما هو الذي قبلها من معاذ قماشا، والحديث في صحيح البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام الذي فرضها طعاما هو الذي قبلها قماشا من معاذ لما ذهب إلى اليمن وأرسلها قماشا، فيجوز إخراجها نقدا. هذا الذي عليه تبع منه سيدنا أبو بكر الصديق كما هو في حديث البخاري. سيدنا معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام. أبو حبيب تعلموا سيدنا معاذ بن جبل الحلال والحرام كان يخرجها بدلا، أخرجها قماشا. سيدنا الإمام أبو حنيفة التابعي الكبير ومدرستهم، سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين كان يأمر بإخراجها نقدا، وسيدنا عمر بن عبد العزيز كان يحكم على آلاف الصحابة في الخلافة نتاعو. الإمام الحسن البصري، الإمام البخاري، البخاري صاحب الصحيح. وعلى البخاري نسمعش في حديث فرض رسول الله طعاما يا أخوان الأرواح، وكان يفتي بجواز إخراجها نقدا. إذا من أخرجها طعاما صحت، ومن أخرجها نقدا صحت، فلا داعي للتضليل والتبديع والإخراج من السنة. الكل على حق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.